رحلتنا في غينيا بيساو مازال مستمرة ومازلت نستمتع بطبيعتها الرائعة، ومشي فقط سحر الطبيعة وجمالها اللي مزين هاد البلاد، ولكن طيبة سكانها وكرم ضيافتهم تيزيدوا من جمال رحلتنا. فسكان غينيا بيساو تنحاضروا من مجموعة من الأعراق بحال الفلانيون، وهما الأغلبية وفي الغالب تيكونوا مسلمين، بالإضافة للماندينغا والبلانتا والبيشاغو. أما بالنسبة للدين فتعتبر الإسلام أكثر دين انتشارا، بحيث 45% من السكان مسلمين و22 تعتنقوا المسيحية الكاثوليكية، والباقي يتابعوا الأديان الإفريقية التقليدية. وبمرورك من الدواوير والبوادي سهل أنك تعرف انتماء كل دوار، فإلى بلك الخنزير منتشر بشكل كبير فعرف باللي راك دوار مسيحي. أما إلى بنت لك صومعة شامخة والجمع كين، فالأكيد انت في دوار مسلم. واليوم حالفنا الحظ أننا نباتوا في واحد من هذه الدواوير المسلمة ونصليو أول جمعة علينا في غينيا بيساو. وفي هذه الحلقة غادي نزيدوا نتعرفوا على الشعب الغيني وعلى أجواء يوم الجمعة في هذه البلاد. صباح الخير. لا بون ديا الكريون. احنا باقي كاينين في غينيا بيساو، باقي لنا 125 كيلومتر على الحدود ديال كوناكري، جالسين في هذا البلاصه هذه ولا في هذا الدوار سميتو مدينه الفا. دابا هذا الدوار بناه الاب ديال الامام ديال هذا المسجد، هو اللي بنى هذا الدوار ولا اللي اسسو تقريبا في 1980. كيف تشوفوا الدراري ديال الدوار مساكن البارح فاش بينا نديمونتيو بقاو واقفين علينا تقريبا تحتينا الخيام، قادينا كلشي، دخلنا للخيمه وبقاو واقفين. دابا مع الصباح عاوتاني يرسلينا، حنا صلينا الصبح معاهم وبقينا جلسه تاكلينا وتا جمعنا كلشي، غير برك شويه الصباح وما يتموا جايين عاوتاني الدراري الصغار وقفوا حدانا. وصراحه الله الناس دراو شو الله يعمر هذا لواحد الدرجه اللي كبيره بزاف، وممكن فرحوا بينا حنا لواحد الدرجه كبيره لجوج الاسباب. اول حاجه هما هذا الشيء طبيعه فيهم انهم تفرحوا بالناس، وثاني حاجه لانه حنا مغاربه. غتقول لي يا ودي علاش هذه القضيه انت حنا مغاربه وفرحوا بينا؟ لان هاد الناس هادو هما تابعين المذهب ولا الشيخ ديالهم هو شيخ تيجاني، والشيخ تيجاني كاين القبر ديالو فاس. فالشيخ ديالهم فاش سمعنا من المغرب افرح واحد الفرحه لا تتصور. وفاش كنا في صلاه العشاء صلينا العشاء صافي سالينا، ويقول لي قالنا هذاك السيد قال لك اودي واش ممكن انكم تدعيو معنا؟ صافي بقينا تندعيو معاهم، وقال لك اودي راه الناس فرحانين بكم وفرحانين بانكم جيتوا من المغرب وجيتوا زرتوهم هنا، وكلشي تيشكركم وكلشي تيرحب بكم. صافي بقينا تصلينا العشاء، نعسنا هنا في الصباح عاوتاني في الصبح فقنا صلينا نيت معاهم. بالنسبه للطقوس اللي تيديروا هنا ولا الامور كيفاش تتمشي بالنسبه للصلاه، فتيساليو صلاه الصبح وتيبقاو تيقولوا واحد الاذكار، تيبداو تيهللوا وتيصليو على الرسول عليه الصلاه والسلام، تيحطوا بيناتهم واحد ليزار بحال هكا وتيهزوا دوك التسابح وتيبداو تيسبحوا كل ما زين تسبح. وفاش يساليو تيهزوا داك التسبيح بحال هكا تيدوزوا على الوجه ديالهم. ونسيت واحد القضيه، فاش وصلنا للصبح وبقاو كلشي مؤخر، واحد اللحظه هو يقولوا لابراهيم قالوا لي صلي بينا، هو يشوف هو فيا قال لك اخويا سير تصلي بينا تكلف انت بالمهمه. ولينا صلينا بهم مساكن سالينا عاوتاني، قال لك الا كان ممكن انكم تدعيو معنا. صافي دعينا مع واحد البركه، واخا اللي قال لك واحد الدعاء غير اللي تذكر هشام حافظ الله ما بارك لا ما عارفين والو. صافي ولكن الناس دراوش بزاف لابعد الحدود، وزعما تيستقبلوك بواحد الصدر اللي راح بزاف. وهادشي اللي لاحظتو هنا في غينيا بيساو، الناس طيبين وتضحكوا في وجهك. وصل هو الدوار وهذا هو المسجد. صراحة هذوك الناس اللي بناوه بواحد الطريقة اللي زوينة، وما ماشي مدة طويلة باش تبنى. هنا داروا لهم بير
هذه الجمعيه وقيله انا ما اعتقد سميتها ممبر فاميلي دونيتد باي يعني اللي عطاو الدونيشن وها هو المسجد ها هو كيف تشوفوا راه ما تبناش بمده طويله اقرب لكم حدا اللافته باش تشوفوا مسجد ابراهيم سميه نتاع الصديق ديالنا ابراهيم اللهم افتح لي ابواب رحمتك دونيتد باي ممبر فاميلي لوكيشن مدينه الفا غينيا بيساو انوغريشن ديت 50 اكتوبر 2023 شي شويه تاع لونغلي واخا عندنا هذيك لونغلي مراجله نومي جوغار فوتبول بلاير بريفير ميسي رونالدو ميسي حكيمي نو حكيمي زياش زياش جوغار بلاير جوغار Obrigado. Nuno vai. Nuno vai. Obrigado. ناس دراوش الله يعمر هضر بزاف دوزنا هنا واحد الليله يا سلام بالنسبه ل نونو باي بالنسبه لغينيا بيساو فالكثافه السكانيه فيها ضعيفه شويه تمشي واحد المسافه وتلقاي واحد التجمع سكني بسيط بحال مثلا هاد البلاصه هادي هاد الجامعه هذا تيتجمعوا فيه واحد 4 ولا 5 ديال الدواور تيتجمعوا كاملين تيصليوا هنا وتقريبا الجامع تيهز تقريبا شي 100 واحد بحال هكاك ولا اعتقد بانه تيعمر بشكل كامل فبالنسبه للتعداد السكاني ديال غينيا بيساو ما كاينش شي معلومات دقيقه ولكن في الغالب تيقولوا بانه مليون ونص اللي كاينه وتتضح بانه هاد النسبه ما كايناش بزاف خصوصا في المدينه تتكون خاويه واخاك ما كاينش الحديد بزاف البشر ما كاينش يلاه بعض البلايص اللي كاينين فريمون والسونتر هما اللي تتلقى فيهم الناس بزاف وبالنسبه لغينيا بيساو عاودناني داك الفقيه وهذه كانت فراسي وكاين وحكه لي عليها قال لك ممكن من اسباب هاد قله الكثافه السكانيه اللي كاينه هو الحرب الاهليه اللي كانت خطا اللي كانت وقعت هنا في غينيا بيساو قبل واحد 26 سنه داك السيد ما عقلتش على السميه ديالته بالضبط واحد الجنرال اللي كان شاد الحكم وهو اللي كان من الحزب اللي طالبوا بالاستقلال فكان بقى واحد المده اللي طويله حتى دار كان انقلاب شعبي عليه هو وماتوا فيها بزاف ديال الناس كانت واحد الحرب اهليه طاحنه ماتوا فيها العديد من الناس على غينيا بيساو واللي جعل انه بزاف من الناس من غينيا بيساو هاجروا لبزاف الدول هاجروا لمالي هاجروا للسنغال نيت هذاك الدوار اللي كنت فيه راه كاينين الناس فيه من غينيا بيساو هاجروا لموريتانيا يعني كانت الهجره سبب في نقص هاد السكان بالاضافه لذلك الاباده لانه قال لي كان واحد القتل بواحد الطريقه اللي كبيره بزاف فنسال الله سبحانه وتعالى العافيه من الحروب لان صراحه الله ما فيها الا الشر اما دابا تتبان الاوضاع مستقره وتنتمنوا انه تبقى الاوضاع مستقره هكا لان الاستقرار غادي يساهم بشكل كبير في التنميه نتاع البلاد ان شاء الله ولكن من ناحيه الطبيعيه ومن ناحيه الجمال ديال الطبيعه رائعه والبارح يا سبحان الله راه ما كانتش نهائيا الشتاء والسماء صافيه تخيل النهار كله هو غادي وتتصب عليك الشتاء وتتوصل لواحد البلاصه صافي تتوقف الشتاء عندهم واحد المناخ اللي تيخليك تقول سبحان الله كيفاش انه تتقلب الجو بواحد الطريقه سريعه جدا هذا السي ابراهيم هو يقود وسط الادغال الافريقيه وسط دوله غينيا بيساو الطريق تتبقى غاديه هكا بعض المرات تتلقى الحفاري وتتقاد الطريق تطمعك شويه باش انك تكتيري
إن فوتت كثير تلقى شي حفرة، أشحال مرة تنطيحو فشحال الحفرة، ولكن على العموم الطريق ما بيهاش أبار الحفاري راه ممكن أنك تمشى بيها. الخايبة هو شوية فاش يكون الغيس تكون القضية صعيبة، ولا دوك الحفار اللي تكونو متابعين هادوك شوية قاسحين. هنا شي مدرسة هادي راهي سهل، اللهم بارك. الخضورية من جميع الاتجاهات كبير، شوف وعطي واحد المنظر رائع، راه كاين من هاد الجهة ومن هاد الجهة هادي وسط هاد الغابات هادو الكثيفة تلقى هاد الخضورية. السلام عليكم. عادي عندو هما يهزو واحد الموز اللي كيبحال شي سيف، هذا تلقى دري صغير هازو معاه، راجل كبير هازو معاه، هما في الغالب هذاك تيقطعو به العواد، سيرتو الا كان دايز من الغابة ضروري يقطع جاكو. ما عرفتش شنو هي جاكو، شي حاجة جاكو خصني نقلب عليها، حيت هذاك الدري قال لنا جاكو. وسمع شحال واحد تيقول لنا جاكو، ياك ما تكون بحال ديك اللعبان ديال توباب في سينيغال. جاكو خصني نقلب عليها. كل اللي عاد تجري هذه الطريق اللهم بارك، لا مو بالاحرى كيجريو بها. ما عنديش مرايا شتيها اللي راه الا جيتي ليه من الجنب ميشوفكش. هنا الطوموبيلة صعيبة بزاف، مازال الموتور يعطيك واحد الهامش ديال المراوغة، غادوز من هنا حيد على هاد الحفرة، وخا هو ضروري غادي يطيح في شي حفرة، ولكن على الأقل راك تقدر تسكيفي أغلبية الحفاري. لي ما تيعجبنيش هو مشي ورا الكاميوات كيخلي ليك شي حفرة مقاد تا تطيح فيها، تا تسمع الضراس ديالك تخرقبو. والغبرة تخلي ليك الغبرة عين فوتو هي اللي فوتو هاد البلاصة هادي وندوبلوه. شوف تبارك الله شحال هز الكوليلي هادي هز. السلام عليكم. هذا بزاف ديال الناس وقع اليوم شي اونفان، دابا هما تيجريو بزاف والطريق خايبة شوية، ففي الغالب تيدوزو على دوك الحفارين، هادوك الحفارين تيجيو انه تيتعوجو لهم المونتيسيرات ولا يقدر يتعوج لهم داك الساسين. هنا قليل فاش تلقى شي واحد داير الكاس. واحد مدينة صغيرة قريبة للمدن اللي دزنا عليهم قلال معدودين على رؤوس الأصابع، تعيطوا لينا فرانكو، باش يشوفوك هكا تعيطوا ليك فرانكو. ممكن في الغالب فرانكو بحال شكل داك ديال توباب اللي في سينيغال، شي دراري صغار وقفنا في واحد البلاصة أو تعيطوا لنا فرانكو فرانكو فرانكو. دورها واحد شويه جيبها لهنا. هاد الرويضه هادي نقصات ليا داك النهار، حسيت بها بحال مبيسه.
شدت اش ابراهيم؟ بغيت تلقاني شدت. شدات؟ سمعتيها؟ دوري يا جي شد لي قرعة. صافي هاني شد لي قرعة. دور هادشي يا هشام، دور هادشي هذيك ما شدتش، دور هادشي لا لا عطات نفخ راه هادي فراسك كانت ناقصه بزاف. ناقصه راه باينه من سميتها انت من هنا باينه. شتيها تكون فيها 3.70 بحال بارك عليك. بارك سمر هادي مزيانه شتيها. هادي الا وقع لك شي اونبان ديال بياسه الموتور تديرها فيها هي نفيخ تتنفخ وفي نفس الوقت تسد لك هذيك البياسه اللي كاينه. من الاحسن كاع اللي بغى يديرها بحال هكا تشد الطريق ديرها كاع من الاول الموتور صافي ما باقيش توقع فيه لا بياسه لا والو. بونجيا بوطاردي يا مساء الخير. شنو عمرو الماء هنا؟ اسمع هادي بالي هاديش دبير. وارق تحنا الكاميرا لداخل. سالي من الماء نودي كابا كونغل اقوى. السلام عليكم. اقوى بطاردي تو بابي الحمد لله. كومو يا بسم الله. انا واطقم Obrigado. لكن قلت لي ما بتجرى خليت الدري صاحبي لي ايه خاصني رجع عنده. هولا هلا 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 بسم الله على بركة الله. نتحركوا من حدا المسجد وقفنا فيه حتى صلينا صلاة الجمعة ودابا نكملوا طريقنا ونصبح الله العظيم طريق تتبان بحالة طويلة.
انا جاتني جوج الاحتمالات، يا اما حيت الطريق صعيبه داكشي علاش تبان طويله، ولا الاحتمال الثاني ان الكيلومترات ماشي اكزاكت، كاينه شي حاجه فيهم ماشي هي هذيك. بالنسبه للجمعه هنا تقريبا نفس الشيء اللي كاين عندنا في المغرب، اللي تختلف اللبسه اللي تلبس الامام ولا اللي تلبس الخطيب، اللي تلبس واحد اللبسه صفراء مع طاقيه بيضاء وتهز واحد العصا، ماشي بحال هذيك العصا اللي تهزو عندنا في المغرب، ولكن تيكونوا فيها واحد ثلاثه الشفرات بحال شكل المدره، وما تيوقفش في المنبر، تيوقف غير في واحد البلاصه وتيطلع على الناس منها. وبالنسبه للدواور اللي كاينين في غينيا بيساو، فالملاحظ اللي لاحظتو هو انه تيكون على شكل تجمعات، وكل تجمع تيكونوا فيه ديانه معينه، فالمسيحيين ما تيتخلطوش مع المسلمين، المسلمين تيكون عندهم دوار خاص بهم والمسيحيين تيكون عندهم دوار خاص بهم. وسبحان الله العظيم تتبان لك الاختلاف بيناتهم. اول حاجه واللي طبيعيه هو المسجد تيبان لك موجود، وثاني حاجه ولا ثاني اختلاف هو هذوك تلقاهم تيربيو الحلوف بزاف، تيبان لك الحلوف تيدور عارف بان راه هذاك الدوار مسيحي، وحتى طريقه اللباس مختلفه بشكل كلي، لا عند العيالات ولا عند الرجال، تيبان لك في الدوار نتاع المسلمين تيبان لك واحد شويه تاع الحشمه وواحد شويه الوقار، بلاصه اخرى شويه بينو بين ولكن تيبان بينهم عايشين هانيين، كل واحد عايش فيما حدا له. دابا بالنسبه لينا الحدود ما بقاش ليها بزاف، غنوصلوا لواحد فيلا سميتو بوكي، كاين تقريبا هو اخر فيلاج في بيساو، وندخلوا ديك الساعه ان شاء الله لكوناكري. ما عنديش فكره واش غادي ندخلوا اليوم لكوناكري ولا حتى الغدا، غنمشيو لتماك ونشوفوا ديك الساعه البلان اش فيه. الا بان البلان بينا ونقدروا نباتوا تماك راه نباتوا، ما بليناش راه غادي نعسو حتى الصباح وندخلوا لكوناكري ان شاء الله. بيساو ما كبيرهش بزاف، بيساو راه اللي زعما بغا يضربها في يومين ممكن يضربها حتى في يومين، سيرتو بحال المطر الكبار، المطر الكبار يومين يدوزها كامله. يا في العرض غادي تكون تقريبا واحد شي 300 350 كيلومتر، شي 300 ما كاينه 300 بحال هكا 300 حتى 350 كيلومتر، ماشي شي مسافه اللي كبيره بزاف. بالنسبه للموتور كبير يقدر يضربها في النهار، سيرتو شي واحد ديال الاوف رود نهار يطرق مسماره، ولكن حنا ما مزروبينش، بغينا نوقفو بغينا نهضروا مع الناس، بغينا نتعرفوا على الثقافه ديال هذه البلاد غينيا بيساو، اللي هي من ناحيه الطبيعه راه هي تحفه فنيه. شو كيف تشوفوا سبحان الله تحفه طبيعيه رائعه، وحتى الناس ديالها دراوش بزاف، كيتعاملوا واحد المعامله اللي جميله. كي شفتوا قبيله هذوك الناس راه مساكن عرضوا عليا باش نتغدى، وكما جاتنيش انا نبقى نقعد نتغدى والصديق ديالنا ابراهيم ما يتغداش، وما يمكنش انك تغداو معاهم بجوج، لان الله يكون في العوان. واخا هكاك مساكن هما راه هاد البلاد هادي اللي ما ذكرتوش هو انه فيها نسبه الفقر كبيره بزاف، تقريبا تعتبر الناتج الداخلي الخام على حسب الاحصائيات تقريبا واحد الالف دولار في العام، وعرفتوا انتم هادوك المؤشرات ما تتعكش الحقيقه ولا الواقع، لان فاش نقولوا الف دولار يقدر تما كيكون واحد الشخص اللي تيشد 10000 دولار في العام اللي هي 10 المليون، ولاقيوه بزاف مع بزاف الناس يشدوا 100 دولار في العام ولا 200 دولار يعني 2000 درهم في العام، ويبان تبان هذيك ليكيفالونس ديال 1000 دولار تيدخلوها في العام. ولكن اللي واضح بانه الناس بسطاء، ولكن رغم هذيك البساطه كاين الكرم وكاين الجود، الناس عندهم قابليه للعطاء، وهذه حاجه اللي زوينه بزاف. وراه بادين الاشغال، بادين بزاف الاشغال، شتو هاد البطوات هادو كاملين خدامين فيهم هاد الايامات هادي. في الغالب هادوك ديال الضو ممكن بغاو يزودوا جميع المناطق بالضو، كاينين شي دواور فيهم الضو كاينين شي دواور ما فيهمش، الريزو على حسب حتى هو الريزو. الا كنتي في شي بلاصه اللي قريبه لهاد الابراج هادو تيكون مزيان، بحال البارح فاش بدنا في هذاك الدوار كان فيه الريزو ما كاينش كاع نهائيا، شي حاجه قليله وخاصك تمشي تقلب عليه.
وهذيك البنيه الصغيره خليتها فواحد الدار مع فاش صورت معاهم وعاود رجعت عندهم جبت لهم معايا شي شويه ديال الزبيب واللوز لانه نسيت ما شريناش لي بيسكوي ولا شي حاجه اللي نقدروا نعطيها لهم فهذاك الشيء هو اللي كان عندي قدرت نعطي لهم وهي تعاود تجي عندي قالت لي قلت لها واش تمشي معايا نديك وفهمات قالت لي كمشي ركب فوق الموتور ومشي الدراري مساك البراءه فرانكو بارك الله هذا الواد هذا بارك الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عطي واحد واحد الكورونديز بارك الله بواحد لا فيتيس شوف 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 عطي انا نشوف هكا جاتني الدوخه خلصت عليها كاميرا وخمس دقائق في الصفورة واو يا سبحان الله منظر رائع وهنا واحد المسألة تيصيدوا الحوت بشكل كبير بزاف غينيا بيساو من أكثر البلايص اللي غنية بالأسماك عندهم الحوت ديال الوديان الحوت ديال البحر موجود واش هذاك السيد راه ديال الشبكه كيزيدو غير الشبكه راه دابا راه شحال كيجبد تلقاوني الناس حاطين هذاك الشيء تيبيعوه والثمن تيكون بسيط وتبيع لك بزاف ماشي كيلو ولا جوج تبيع لك عرام تا واحد اخر تا هو تيصيد هنا ها هي ما جبناش شي كسبه هذا الواد سميتو ريو كوريبال ريو كوريبال تبارك الله راه فيه واحد تيار قوي بزاف شكي يدير الى الماء وعاصي واحد المنظر يا سلام الناس هنا قاعدين تيعوموا تيعوموا تيصبنوا راه مالين دراري وعيالات ورجال راه مالين راه هاد البلاصه هادي تيعوموا فيها وكيف الغالب هذا الواد هذا غادي يكون تيمشي في البحر ما لا اعتقد انه يدير ليه شي باراج ولا شي حاجه احيد يا تمو قيد احيد احيد Obrigado. Espera-me para ajudar. Obrigado, obrigado. Ah. Bismillah. Cargo, cargo muito, pá. Carga muito. Cargo grande. Ah. Uhum. Carga. Carga muito grande. Ah, tequil, galic tequil. Adido. Ah. Obrigado. Nada mais. Obrigado, Pronto. Meu amigo. Obrigado. Ah. Obrigado, Nuno vai. Ok, muito Nuno vai. Thank you.
جهدت عاوتاني شتا قربنا للحدود بقيت 12 كيلومتر ولا 14 بحال هكاك وهي جهد شتاني تنجات المعقول صافي ولينا لقينا هاد كيف تيقولوا ليه بالعربية الخم ديال الدجاج اسمع النوالة 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 واحد الفروج ني تيغوت تيقول لك شديتو ليا بلاصتي صافي ندخلوا ان شاء الله الكوناكري كوناكري على ما قالوا لنا الناس بان فيها جبال كنت نعتقد انا ماشي شي جبال نيت البلاصه اللي فيها الجبال نيت فهاد البلايص هادو ممكن هي المغرب هنا ممكن العلو على حسب ما شفت في الماب 500 600 ولكن ما عرفتش كيفاش دايرين دابا غادي نمشيو غادي نكتشفوا ما عنديش زعما شي فكره ولا ما عندناش كاع شي فكره نهائيا على غينيا كوناكري كيفاش دايره هادي فرصه باش اننا نكتشفوها وتكتشفوها معانا اليوم راه ما ضربناش بزاف تاع الكيلومترات ولكن بروفيتينا مزيان في النهار تلاقينا مع ناس هضرنا معاهم وجمعنا معاهم وهذه هي اهم حاجه وهذه هي احسن حاجه في السفر ماشي مهم فين بغيتي توصل بقدر ما داك التراجي اللي غادي تدوز كيفاش داير وشكون تلاقي فيه راه شتا مجهده غنوريكم كي داير شتا نيت اللهم بارك هادي 5 دقائق كافيه انها تفزك كامل حنا ضربات فينا شي 2 دقائق وانا نحس براسي بديت نفزق اوبريغادو مي اميغو اوبريغادو يلا هادو صحاب الديوانة وقفونا صراحة تعاملوا معنا مزيان وبقينا شوية تندريب ليو عليهم شوية بالكريون عرفت واحد اللعبة طلبوا لابراهيم باسبور انا ما سولوني على والو هنا تيبان لي الطريق هنا غادي تبدا الخيام لان هنا كاينه هاد لابيس وفي الغالب غادي تكون الشتا